استجابة سريعة لمطالب أهالي مدينة طمة بمحافظة سوهاج اللي عرضناها على حضراتكم في برنامج عين على البرلمان بشأن سوء حال الطريق طمة الريينة المعلق وكثرة الحوادث اللي بتحصل عليه. قرر المهندس علي أبو عقيل رئيس مركز مدينة طمة الحقيقة الاستجابة للأهالي وإصلاح الطريق وخلاه طريق مزدوج. النهاردة بدأت مرحلة فض مظاريف مناقصة إنشاء الطريق. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع لأن دي من الخطوات الإيجابية. يعني زي ما ذكرنا السلبي وذكرنا مناشدة الأهالي، كمان بنحاول نحن في عين على البرلمان نذكر الأمور الإيجابية. مهندس علي أبو عقيل رئيس مركز مدينة طمة، برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا واهلا بقناه الحياه وبالساده المشاهدين. اصلاح الطريق ويصبح طريق مزدوج امتى؟ يعني ده كان حلم الحياه عند الناس، امتى يتحول لحقيقه على الارض؟ هو مدرج بعليك بخطه الرصف لمركز طمة 2016-2017. رصف طريق ساحل طمة الريينه بعرض 17 متر على حارتين طبقا للتصميم اللي اعده الدكتور طلعت استاذ بكليه هندسه جامعه اسيوط. وسيتم فتح المظاريف يوم تم الطرح وسيتم فتح المظاريف يوم 15/9 بمشيئه الله تعالى، وسيتم تحديد الشركه المنفذه للمشروع بمشيئه الله. طب ده هيبدا امتى يا فندم؟ يعني الاجراءات والخطوات التنفيذيه والمده الزمنيه؟ الخطوات التنفيذيه بدات بالفعل من تاريخ اعتماد الخطه سيادتك، وتم تخصيص 5 مليون جنيه بخطة محافظة سوهاج لرصف طرق بمركز طمة. من ضمن هذه الطرق طريق ساحل طمة الريينة، وده واخد أولوية أولى بالنسبة لنا لتنفيذه بناء على رغبة الأهالي والمواطنين والتقرير اللي أعد بمعرفة قناة الحياة من حوالي 3-4 شهور وتم إذاعته، وتوجيهات معالي السيد الوزير المحافظ. فطريق ساحل طمة الريينة أولوية أولى بالنسبة لنا لتنفيذه. سيتحدد اسم الشركة المنفذة والرازع عليها العطاء يوم 15/9 بمشيئة الله تعالى. بالإضافة لذلك في مجموعة من الطرق الأخرى على مستوى مركز طمة تبلغ أطوالها حوالي 24 كيلومتر، منهم 14 كيلومتر من خطة جهاز التعمير، طريق المدمر تل الزوكي، طريق الشوكة المطاحن السكساكة. فمجموعة كبيرة من الطرق، 60% من خطة العام المالي 16-17 موجهة لقطاع الطرق نظرا لما يعانيه المواطن الطماوي من أزمة ومشاكل في الطرق، إنه تم تكسير أغلبية هذه الطرق في مشروعات المياه والصرف الصحي خلال الفترة الماضية. على كل الأحوال مبروك بشكل مقدما، ونتمنى أن الموضوع يعني ياخد مجرى التنفيذ السريع على الأرض، وإن كان في كل الأحوال تفضل. إن شاء الله الخطوات التنفيذية بدأت بالفعل زي ما قلت لحضرتك، 15/9 هتحدد الشركات المنفذة معانا لهذه الطرق. تمام، بشكرك. والله يبارك في حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا مهندس علي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طمة في استجابة الحقيقة لطلب الأهالي. السرعة كمان هي المطلوبة.